حبيباتي، كي داير اختي؟ لاباس عليك؟ بخير. اش كتعاودي؟ شنو تكوني بالف خير وانت كتشوفي هذا الفيديو هذا تاع اليوم؟ اللي ما جبتك واحد نوريك شنو شريت اليوم. يعني كنتو بزاف كتسوليني على ازاله الشعر. اليوم غادي نجرب معكم الواكس، لحقاش انا اصلا اول مره نجي نديرو، لحقاش كنت كندير غير ديك لا صيغ العاديه اللي كدير كيما نقولوا غير هكا في هذيك الجراره تتجري بحال هكا وتتقلعي بالاخر بالبابي. اليوم يا لالا شريت الواكس وشريت لاباراي ديال الواكس باش اليوم نجربو وغادي نجرب معكم. خليت شويه الشعر في جيلاتي باش كيما نقولوا نجرب ندير معكم التجربه. صافي غادي نوريكم دابا شنو شريت الواكس اللي هو هذا. المهم شريت هاد لا مارك. شوفوا شريتها ب 120 درهم، لحقاش كاين دوك المدرحين تاع 50 درهم ولا 60 درهم، قال لي ما زوينينش وما كيحيدو ما والو غير غيضحكوا عليكم. المهم انا يا جربت هذا، شريت هذا، راني عاد غادي نجرب وحده كامله كلشي كلشي كيما نقولوا عاد مكوخت، مازال ما درت حتى حاجه كنت باغيه ندير، قلت لا ندير لكم فيديو عاد باش تشوفوا حتى نتوما نكتشفوا اونصوم بها الواكس ها لاباري تاعو. فوالا شريت لاباري بشي 150 درهم، ما غالياش، يمكن ديك البروفيسيونيل تاع الكوفيرات اللي غاليه. المهم غنوريها لكم. فوالا ها هي وهو البريز تاعها. شريتها بالنسبة ب 150 درهم وشريت اوسي دوك العمايد نتاعهم. المهم صبروا غادي نجربو اونصومبل. شوفوا كلشي كيقول لك بلي الواكس على الاحسن وكلشي، ها هو العمايد نتاع بولو اللي كتبقاو تحركوا بهم لداخل وتتحيدوا. المهم ها هي لاباراي. كلشي كيقول لك البنات احسن طريقه هي الواكس ولا لاصيق، ما ديريش بالرازوار، الرازوار دغيا كيكبر الشعر وكيخلي البلاصه كحله سورتو المناطق الحساسه، سينو الرجلين كينوض لك الحبوب وداك الشيء كامل. اطون تحلوه اونصوم. قال لي يا ودي تجي هذا 120 درهم، قال لي وغادي تشوفي على ضمانت، هذا واحد من الماكياج كناخذ عليه ديما وغادي نشوفه. قال لي داك تاع 60 درهم راه غير ما بغيتش نكذب عليك، قال لي راه ما كيحيد ما والو، دوك اللي كيكونوا في قراعين تاع الزاج عرفتو، قراعين تاع الزاج هكا فيهم الغوز وهادي، هذا خضر، هو قال لي دير الخضر احسن واحد، سميتو فيلم واكس فور ديبيليشن، حبيبات شمع رقيق لازاله الشعر. ها نتوما مزيان تشوفو. اوف كيستعمل وانا غنحل فيه، ها هو اخيرا حليتو. او قيس ديامو، ها هو حبيبات تاعو، ها هي غنديروهم هنا فوالا. ما غاديش ندير بزاف، نجربو بعدا. شوفوا غادي نديرو في البريز يسخن، غادي نجرب معاكم كلشي اليوم. صافي كنشعلوها كين اون فوالا، اون اوف، يلا ها هي شاعله. غنخليو هادشي يسخن، نشوفوا العميدات نتاع البولو تاعنا. يا حنايا دائما مزربانه، ها راني قلعت ماتهم قطعتهم، الزمر دائما مزربانه، انا دائما يديا ياكلوني يخ. كنشري حاجه وكنضيعها. ها هم تتحطي هكا وتتجبدي. غادي نشوفوا هنا وفي المناطق الحساسه من الاحسن تستعملي الطالك باش يبيض لك. الطريقه باش كتحيدي في المناطق الحساسه، اول حاجه كديري مثلا الطالك هنا كتكبيه، عاد كديري فوق منه الواكس. فوالا ها هي
هيا من بعد ما داب الواكس نتاعنا فوالا كيولي بحال داكشي نتاع الكوافيرات في الخضر هذا اللي شريته خضر هيا لاباراي. المهم انا دابا غادي نجرب على رجليا حداكم وغادي تشوف فوالا كيما وريتكم هنا رجليا راه فيهم هنايا الشعر خليته يكبر باش غادي نوري لكم نمشي انا خايفه غير تجيني سخونه على لوكور ديالي نقص لها شويه. المهم غادي نحاول نديرها على لوكور تاعي بسم الله راني غايبه تجيني سخونه كيف يديروا ليها تديروا لها هاد اللعيبه بحال هكا بسم الله فوالا غادي نزيد ويلي ويلي اختي 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 هادشي كيقصح بسم الله ان دو يا يا والله الا حايد غير خلي القشرة راني مقشرة بالبحر مي بون حايد ها هو الشعر شفتو ها هي حايد ماشي قصح ما والو ها نتوما غنولي نحايد فوالا فوالا هكايا غنشوفو يا اختي خليه يدير شويه ينشف وغنحايدو ها هو الاول دابا راني عاد كنتعلم معاكم يا اختي تعلمت وغنشوف النتيجه امام عينيكم فوالا بسم الله اختي هاد الشي تقرح في الاولى بسم الله بسم الله يا فوالا فوالا غادي نكمل الشعر كامل وغنوريكم الفرق بين هاد الرجل والرجل الاخرى فوالا غادي نعاود معكم هنا بالمقارنه راني غير كنجرب رجل هنا رجل هنا غير بلا ما تعلمت شوفوا هو زوين ولكن واحد الحاجه كيبقى يحيد شويه بشويه يعني زقه بزقه حتى كتملو وتكون ماشي بحال لاصيغ الاخرى كيحيد دقه بحدا يعني هذا تقريبا كيصلح يمكن المناطق الحساسه لي زيسيل ولا سميتو ولا المايو يمكن كيصلح ليهم حسن حقاش هذا كتبقى ديري بارتيا بارتيا بحال كت ما تخليش ينشف بزاف كتبقى ديري بارتيا بارتيا بحال كتعطلي فوالا شفتو كيحيد ولكن خاصو الخاطر وخاصو الوقت وخاصو تبقاي معاه 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 فوالا ها هي النتيجه من بعد ما ساليت رجليا فوالا المهم تعطلت باش حيدته كامل كما قلت لكم اي فوالا لا فوالا لا فوالا كما قلت لكم التجربه نتاعي مع الواكس كانت زوينه يعني كيحايد وهادي وما كاينش وجع بزاف كما لاصيغ العاديه ولكن كياخذ بزاف الوقت باش انك كما نقولوا ديري لا بارتي كامله هو يصلح مثلا لي زونسونسيب مثلا لي زيسيل ولا سميتو المايو لحقاش كديري غير واحد لا بارتي صغيره وتحيديها لحقاش باش ديري رجلك كامله كتبقاي كل شويه ديري بواحد المنطقه صغيره عاود منطقه صغيره وكتجلسي بزاف بالنسبه للرجلين انا كنبريفيري ديك جو بريفير هذيك لاصيغ العاديه اللي كتجبد
فهمتوا. وبالنسبه للمنطقه الحساسه جو بريفير الواكس لحقاش كيما نقولوا خفن زربن وكيقلع مزيان وما كيكحلش. وديما قبل ما ديروا المناطق الحساسه ديروا سميتو كيما قلت لكم بودران تاع الاطفال ديال جونسون باش كيما نقولوا تخلي لكم واحد بيوده زوينه وواحد النعومه. وصافي هادشي اللي كاين. ولهنا نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو تاع اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منه وتهراو لي فرصه فريسانكم ونشوف تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.